صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن انطلاقة الجولة الخامسة من دورينا إن شاء الله اليوم بمباراتين، الشباب وخيطان والكويت وكاظمة، مباراة من العيار الثقيل راح نناقشها مع ضيوفنا وتوقعاتهم وتحليلاتهم لهالمباراتين، إضافة إلى أيضا بعض المواضيع الأخرى. اليوم نادي السالمية استعان أيضا بثامر عناد مساعد مدرب منتخبنا لتدريب الفريق خلفا للدكتور محمد المشعان، إضافة إلى بعض المواضيع الأخرى واتصالات أيضا مشاهدينا اللي بالتأكيد ستثري البرنامج. نرحب بضيوفنا ومحللينا، على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه أمين سر اللجنة التقالية السابق في نادي القادسية وليد الأنصاري، على اليسار نتحمد له بالسلامة عودته من السفر، وأيضا بعد العارض الصحي اللي مر فيه رئيس لجنة مسابقات السابق في اتحاد كرة القدم وسعود مشلش، وأقصى اليسار الحارس الدولي السابق نواف الخالدي. حياكم الله إخوان، صبحكم الله بالخير ويا مرحبا فيكم، الحمد لله على السلامة وعد محسن. اللي حاب يشاركنا أرقام هواتفنا موجودة على الشاشة، نسعد دائما بمشاركاتكم. نشكر متابعينا في تويتر، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، أيضا في الكلب هاوس، كل المتابعين واللي يضيفوننا شكرا لهم. شكرا لرعاتنا وداعمينا، شركة ونرز العالمية، معقمات هايجين ميا الترا، أطياب المرشود، مركز عبدالله تقي للأقمشة، نظارات كيفان، شركة مكوست، شركة غرب الخليج العقارية، شركة الأنظمة الأوروبية، ديرندير، معرض بريمير سبورت وكلاجي فوفو زيوس في الكويت، ومعرض أسد للملابس الرياضية. قبل لا نبدأ، فقدنا اليوم يعني فجر أمس الجمعة شخص عزيز وشخص أيضا وبطل من أبطال الكويت في الراليات، وبطل رفع اسم الكويت وعلم الكويت. شرفت أني قابلته في كثير من الأحداث، وبعد كل إنجاز يحققه بطلنا صلاح بن عيدان كنت أتشرف أيضا أن نلتقي فيه. فقدنا هذا الرجل بعد صراع طويل مع المرض أثناء تواجده في لندن، نسأل الله تعالى أن يسكن فسيح جناته، نعظم أسرته الكريمة، نعزي الأسرة الرياضية، أسرة أيضا الإخوان في رياضة السيارات بشكل خاص، ونسأل الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تفضل. عندي كلمه قبل لا اعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه انا بس يعني بوصل رساله حق الاخوان اللي معانا هني، اللي المشاهدين المتبرجين. يا جماعه لما هني لما ننتقد، يعني ترى انتقد لما اول شيء الله يشهد لي مصلحه. الشغله الثانيه لما انا انتقد مثل مدرب ولا انتقد لاعب ولا شيء، انا اتكلم عن نفسي بعد ما ادري عن الاخوان، كل واحد له راي. يمكن انا اتكلم عن ال 90 دقيقه اللي لعبها، يعني مثل كمثال مباراه يعني العربي والقادسيه مع سليمان عبد الغفور. انا انتقد سليمان عبد الغفور، ما انتقد من انت تقول لي انا عن سليمان عبد الغفور. سليمان عبد الغفور الحارس الاول بالكويت بالوقت الحالي، ومن افضل الحراس بالكويت الموجودين الحاليين. لكن انا من انتقده في مباراه القادسيه انتقد ال 90 دقيقه، انتقد المباراه، ما انتقده في المباراه هذه ال 90 دقيقه. يعني انا اتكلم على سليمان ولا اي واحد يمكن ننتقده. احنا لما ننتقد يا جماعه ننتقد وقت ننتقد المباراه، يعني ما انتقده والله هو يعني انت بتعلم. سليمان زعلان عليك ولا لا؟ لا لا، ما لي شغل، ما انا زعلان، اقول الكلام اللي يعني اللي يطلع نتكلم هناك. يعني سليمان لما انت بتعلمني بسليمان بتقول لي مثل واحد قال لي قاعد يقول لي قصه سليمان عبد الغفور، انت بتقول لي انا اتكلم عن مباراه 90 دقيقه ما كان موفق. يعني ذاك اليوم القادسيه ترى ثلاث هجمات، مو ثلاث هجمات، هجمتين، اللي الجول اللي الاول وهجمه عدي الصيفي اللي بالقائم، هذه الشوطه لا الشوطه من بعيد. لا لا حتى انتقاد يعني مو كرهن فيه يعني. لا لا هي لا خل انا اتكلم عن ثلاث هجمات، من هجمتين جابوا جولين، يعني واحده شوطه من بعيد هذه مالت عيد الجيدي. نعم. هذه ما اعتبرها هجمه، لكن الهجمه الثانيه لما احنا مو مشكلتنا. انا اقول لكم سليمان عبد الغفور انا واثق في ان المباراه راح يرجع ويبدع وراح يكون له دور في
فوز ان شاء الله الفريق. طيب. لكن احنا نفهم يا جماعه احنا لما ننتقد اي واحد حتى بعض المدربين يمكن ننتقدهم، يمكن بعض اللاعب ننتقده بالمباراه بال90 دقيقه بس، ما ننتقده كلاعب. صحيح. طيب هو كلاعب سليمان عبد الغفور من افضل الحراس الموجودين والحارس الاول بالوقت الحالي. مهمه ابو علي، ابو علي، ابو علي معلش كلامك صحيح، لكن في بعض الحراس لازم حتى ننتقد حتى مدربينهم، لان الاخطاء تتكرر خاصه في موضوع خروج الحارس من المرمى كذا مره تتكرر، هذا الامر يرجع للمدرب ايضا. نعم. لانه طيب يطور انت 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 الاخوان حملوا يعني منهم ابو علي حمل سماع عبد الغفور الهدفين. نعم. تحمله؟ نعم نعم حمل الهدفين اكيد ما فيها شيء، لكن 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 هذا ما يعني انه مثلا لما تنتقد هو سليمان او غير سليمان، لما تنتقد انت اللاعب هذا ما يعني ان انت اقول تهاجمه او انك يعني ضده او انك تحاربه. فغافة غريبه يعني حقيقه، حتى المدربين حتى يعني عندنا بالكويت يعني ما حدا بي يسمع الانتقاد او ما حد يتقبل الانتقاد. الانتقاد يا جماعه من صالح اللاعب، يعني مثل ما قال نعم سليمان او غير سليمان، لكن نتكلم يعني بشكل خاص على سليمان. فعلا مثل ما قال يعني ما كان موفق في المباراة. نعم. ويتحمل هدفين، لكن كان في السابق لعب مباراة. نعم. كبيرة أمام. نعم. نادي القادسية. بس يا جماعة يعني الحين الانتقاد يعني أرجو من كل الرياضيين يعني إذا الواحد ما يتحمل انتقاد حيروح يقعد بالبيت. طيب والله. طيب خلاص أبدأ أول موضوع، هو موضوع يمكن شوية مو كروي لكن للأسف موضوع اليوم حتى الأخوان ناقشوه في الغرفة الخاصة في برنامج الديربي كلوب هاوس مع بطلنا فهيد الديحاني. انا اللي حز في خاطري وصلت لي صوره لرد الاخوان في الفتوى التشريع، وانا بصراحه ما ادري منو اللي كاتب هذا الرد، وهل الاخ اللي وقع ايضا على الرد من الاخوان في الفتوى التشريع هل هم على علم بما كتب في هذا الرد؟ طبعا اخونا فهيد الديحاني يطالب بمكافاته اللي حققها في اولمبياد ريو، ويطالب ببعض الرواتب الخاصة، وفي شكوى من المحامي مطلق الجدعي، الأستاذ مطلق الجدعي. أنا طبعاً ورد طويل من الإخوان فتوى التشريع، ما أدري كم صفحة صراحة، يعني أنا حتى ما قريتها أكون معاكم صريح، لكن بناء على كلام أخوي الأستاذ مطلق الجدعي علم لي على جزئية أنا لفتت نظري وشدت انتباهي صراحة. الجزئية شو تقول؟ مشكور مخرجنا، تقول بالنسبة للميدالية الذهبية والتي حصل عليها المحتكم في بطولة الألعاب الأولمبية في ريو 2016، يقول كما هو مستقر عليه أن مناط استحقاق اللاعب للمكافآت هو تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية ورفع علم الكويت في المنصات العالمية، ولما كان المحتكم شارك في بطولة الألعاب الأولمبية ودولة الكويت لم تكن من المشاركين في تلك البطولة بسبب الإيقاف الرياضي الذي فرضه الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية على الرياضة الكويتية، طبعا مع اختلافي على الكلمة اللي حاطينها هما واحترم رأيهم، لكن على الأولمبية الرياضة الكويتية حيث شارك المحتكم تحت مظلة العلم الأولمبي كلاعب مستقل باحثا عن مجد شخصي. بسعود نقطة واحدة بس أقولها ضد هالكلام. معقولة الكلمة. سمو الأمير الراحل الله رحمه الله كرم رامي فهيد الديحاني على هالميدالية وعطاه أرض وعطاه مبلغ مالي، هذا على تكريم سمو الأمير على الميدالية. هذا الحين شلون يقول إنه ما يمثل الكويت؟ بد شخصي الأمير مو كرمه؟ نعم. فشلون الفتوى التشريع تقول إنه ما يمثل الكويت؟ عمل يمثل منه؟ معقول بد شخصي؟ ليش تحمل اللاعب؟ لاعب مو راح شارك وأنتم موافقين كحكومة موافقين يعني كمسؤول الرياضة، شلون توافق له وانت الحين تقول والله راح مشارك مج شخصي؟ هذه كلمه تنقال عن بطل مثل الكويت يعني مو معقول والله يعني هو خبر بسعود خبر لما ناقشنا الموضوع هذا في برنامج سابق. نعم. ها؟ نعم لما قلنا انه دول ثانيه طلبت الاستقبال البطل. نعم. وبعدين نعم. الكويت لا رفضت. نعم. رفضت وقالت نعم. لا احنا راح نستقبلهم، وجاء على مستوى عالي استقبال. طيب الاستقبال هذا شنو؟ وصلنا لهالدرجه؟ طيب تفضل. اسمح لي الحقيقه انا لما شفت التفاعل في حساب التويتر صدمت صراحه بالعباره هذه، فاسترجعت بعض القصصات يعني من رده فعل الاعلام الكويتي وقتها في تصريح لكونه يوم 11/8
2016 بعد تحقيق البطل الأولمبي فهد الدحاني الميدالية الذهبية أنه حقق مجد لم يسبقه أحد من الرياضيين في الكويت وحققه باسم الكويت. هذا تصريح وكالة الأنباء الكويتية كونه، وعدد أيضا الصحافة في ثاني يوم كلها تؤكد أن البطولة باسم الكويت. اليوم بعد مرور هالسنوات تقول أن هذا مجد شخصي، أنا بروح وياهم أنه مجد شخصي. طيب من يعوض النجم فهد الدحاني على خسارة المكافأة؟ خلنا نفترض هذا اللي دائما احنا نطالب بين فترة وفترة، ان المتسبب الحقيقي بالإيقاف يجب ان يعاقب، لان شوف لوين وصلت ان الفتوى والتشريع تعتبر الرياضيين الكويتيين اللي حققوا انجازات في ذيك الفترة بساميهم الشخصية، وكانوا يبحثون عن مجد شخصي، واحنا متأكدين لا ما كانوا يبحثون عن مجد شخصي ولا شيء، يبحثون باسم الكويت. احنا ليش احنا احتفلنا والصحافه الكويتيه هلت والمسؤولين الرياضيين في الاعلام استقبلوه بالمطار وطلعوا تصريح راح نطلع عليه طيب الله ثرى سمو الامير راح ترى الاعلام ايه؟ الاعلام شاهد على العصر، يعني ترى بسهوله الان ترجع حق الاعلام في 2016، وانا ادعي كل الرياضيين سووا سيرش على الجرايد في يوم 12/8/2016 وشوفوا شلون التمجيد في الميداليه، وهو شيء مستحق لفهيد الدحاني. نعم. فأنا اللي قاعد أقوله أنه يفترض يعني أساساً حتى لو بروح بعيد حتى لو القانون ما يسمح، أنا أعتقد أدبياً أنه حقق لاعب حقق باسم دولة الكويت أنه يكافئ بدون ما يرفع قضايا أصلاً. لكن تدري يعني أنا هذه وجهة نظر شخصية ما حمل الموضوع، واضح أنه في شخصنة في الموضوع، يمكن لمواقف فهيد الدحاني لآراء ما أدري لتصريح له أو لتصريح لا بلى في تصريح له بأن أشاد بالشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال ودعمهم، والآن يمكن يدفع ثمن التصريح هذا. والله للأسف يعني للأسف اليوم أن بطل مثل فهيد الدحاني، وأنا كنت موجود في لحظة اللحظة تتويج. هذه لحظة التتويج يا أخوان، أنت اللي بفتوى التشريع قاعد بالمكتب ما تدري شنو اللي صار هناك، ما تدري شنو الظروف اللي قاعد يعيشها اللاعب، شنو قاعد يسوي، شنو المعسكر اللي دخله، شنو الرحلة اللي كانت. تتكلم عن الرحلة من الكويت لريو، تدري شنو يعني رحلة من الكويت لريو؟ يعني هذه الأمور هذه أنت ما تشعر فيها. يا تقول لي والله مجد شخصي، هل معقولة هذه الكلمة تقال عن بطل رفع اسم الكويت بغض النظر في ايقاف ولا ما في ايقاف؟ يا رجل سمو الامير راحل، انت ما لما كتبت هالنقطه ما تذكرت سمو الامير راحل لما استقبله ورقاه وعطاه مكافاه واعلن عن مكافأة؟ ما فكرت لما شفت المسؤولين اللي استقبلوه وبالمطار يعني هذه كل هالامور راحت عن بالك بس عشان ما تبتدفعون له 50,000 دينار ما ادري 100,000 دينار تروحون تقولون عن الريال مش شخصي؟ يعني لهالدرجه الكويت، يعني لهالدرجه الكويت الفتوى التشريع تدور اي ثغره عشان ما تكافئ عيالها بهالمبلغ هذا اللي يستحقه فهيد الدحاني؟ معقوله يا اخوي فتوى التشريع؟ انا ما ادري منو مديركم اصلا والنعم فيه، لكن لو عرفت ان خاطبته شخصيا، يعني معقوله توقع على كتاب او قرار او مرافعه تقول عن بطل كل الناس تشيد فيه والله الكويتي فهيد الدحاني بغض النظر في ايقاف ولا مو في ايقاف، وانت تدري منو اللي موقف الكويت، اللي انت كاتب منو موقف الكويت، انت تدري بنفسك منو موقف الكويت، تروح تقول عنه والله يدور مجد شخصي؟ يا جماعه والله خربتوا الرياضه بالكويت، يا جماعه والله خربتوا الرياضه بالكويت. أنا أسأل وين دور المؤسسات الرياضية بالكويت؟ ليش ما يدافعون عن بطلهم؟ وين القيادات؟ وين القيادات؟ وين اللجنة الأولمبية؟ وين الهيئة العامة للرياضة؟ وين نادي الكويتي للرماية؟ فهيد الدحاني ترى مو طالع باسمه الشخصي، يعني مو هو رايح يعني من نفسه، هو رايح باسم دولة الكويت. موضوع العلم الأولمبي والإيقاف الرياضي ما يتحمله. إذا أنت مو يعني معلش أنا أحترم الجميع، لكن أي واحد على سدة المسؤولية يجب أن يتحمل تبعاتها. أنا لو بيدي الآن لو بيد الإعلام، لو أقول لك عزيز إن الإعلام الرياضي ممكن هو اللي رجع حق فهيد الدحاني، أنت راح تقصر؟ أم تأكد ما راح تقصر؟ أو أي برنامج رياضي ما راح يقصر؟ لكن الإعلام ما يقدر. المؤسسات الرياضية اللي هي الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية، يجب أن يكون لها كلمة لاسترجاع هذا البطل. كان كلام عبد المحسن إنه بسبب تصريح او ثناء على اشخاص يعتبرون رموز او ايا كان او خلاف رياضي مثلا يعاقبونه مثلا او يمنعون عنه مكافاه بسبب تصريح، هذه والله طامه كبرى طبعا. مصيبه ان يوصل الامر الى هذا الحد، انك انت تثني على شخص لذلك انا عاقبك. الله اكبر،
هذه مو رياضه ابو سعود. تفضل لما تكون معي انت ضدي مو معقوله. تفضل ان شاء الله باذن الله. تفضل شوف ابو سعود الان اذا كان هذا الوضع اللي صار ضد لاعب حقق الميداليه الذهبيه على المستوى العالمي شنو الان تبي توجه رساله كمسؤولين للنشئ او اللاعبين الحاليين اللي راح يعني يمثلون الكويت؟ هل هذه رساله توجه لهم؟ هل هذه رساله توجه للاعبين او طموحاتهم انهم يحققون بطولات انهم يصلوا لهم فيهم ان المرحله اللي وصل لها فهد الدحاني الى اعلى مرحله يصلها رياضي كويتي في تاريخه انه يحصل على ميداليه ذهبيه في البطوله الاولمبيه؟ وهذا يعني دول كثيره قاعد تعمل. يعني شفت ابو سعود انت التفاعل الخليجي اللي كان فيه على الميداليه اللي يعني كان اقوى منه كان اقوى من التفاعل في الكويت. انا اتكلم على 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 المسؤولين يعني. نعم مو معقوله هذا الامر يحصل في دوله مثل الكويت. فانا الصراحه يعني انا يعني بتخطى مرحله القيادات الرياضيه بطلع فوق صراحه يا ابو سعود. الى متى الوضع الرياضي ساكتين عنه؟ الى متى تبون يعني الرياضه تنهار؟ الى اي درجه يجب ان يكون هناك من السلطات العليا انها تنظر للرياضه على انها يعني طموحات الشباب وهذا تدمرت بسبب نوعيه من المسؤولين الان قاعد تقود الرياضه الى الدمار. طيب انا بنتقل لموضوع اخر قبل اروح حق لان عندي خبرين خليجيين بشكل سريع وباخذ ايضا راي الاخوان. طبعا كلكم شفتوا احداث مباراه النصر والشباب وما حصل في المنصه الرئيسيه وما حصل من ايضا تصرف سيد خالد البلطان رئيس نادي الشباب. الخبر اللي بقراه الان هذا درس لي انا ما ابي اقول حقه درس لي اذا صرت مسؤول درس لي اذا صرت مسؤول ما راح اخاف من احد. هذا درس لي طبعا لما 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 اقرا هالخبر اشوف شلون يتعاملون الاخوان في وزاره الرياضه السعوديه من اجل حفظ الامن في الملاعب من اجل ايضا احترام ملاعب كره القدم من اجل المساواه في بين كل الانديه. هذا درس لي انا ماني قايل حق احد ثاني. شوف الخبر اللي طبعا طلع إشارة إلى الأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت فريقي النصر والشباب وضمن طبعا دوري الأمير محمد بن سلمان وأيضا بيان اللي طلع أو المقطع المرئي اللي طلع للاعب الشباب المتضمن تصريحا للاعب الفريق سباستيان جونيور بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص ولما تضمنه التصريحات من اتهامات اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناء على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط وحيث راعت الوزارة خلال فترة تحقيقات اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث عليه فإن وزارة الرياضة ومن منطلق اختصاصاتها النظامية ووفقا لما نصت عليه اللائحة فقد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس نادي الشباب خالد البلطان طبعا ومدير المركز الإعلامي. شوف القرارات يا أخوان وهذا اللي أقوله درس لي أنا. منع طبعا خالد البلطان رئيس نادي الشباب رئيس نادي تكلم وخالد البلطان شخصية اعتبارية لها مكانتها وتقديرها في المملكة. المنع من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين. المنع من دخول النادي لمدة شهرين. المنع من مرافقة النادي داخليا وخارجيا لمدة شهرين. النقطة الثانية إيقاع جزاء المنع من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أحمد المسعود الموسم الرياضي القادم عفوا استنادا إلى نص المادة أخذا بالاعتبار تكرار المخالفة. يعني أبي أنا أسأل الإخوان بسأل المشاهدين في أحداث كثيرة صارت بالمنصة من رؤساء أندية من مسؤولين على مدى تاريخ الكرة الكويتية ما أنا متكلم الموسم والقبل عشان لا تقولون والله تتصيد. أنا أتكلم اتحاد اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبل اللي قبله. الأحداث اللي تصير عمركم شفتوا بعقوبة مثل هذه؟ شفتوا عقوبة مثل هذه؟ يعني هذا اللي أقول أنا درس لي أنا عشان الواحد
يستفيد باكر لما خالد البلطاني توقف شهرين، مو شخص عادي رئيس نادي يعني. يعني والله ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش اقول. احنا يوقفون الجمهور ما يدخل الملعب عشان ما يشوف شنو يصير بالملعب، عدل يا ابو تركي؟ تمنع المصور ما يدخل الملعب عشان ما يشوف شنو داخل الملعب، بس بالمقصورة اللي بيصير ما عقوبات مثل هذه ما تصير. عموما هذا بس خبر حبيت اتطرق له في بداية الحلقة. اشكر معالي وزير الرياضة سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالفعل الامر اللي شفناه في مباراة النصر والشباب نتمنى ما يتكرر، ما حصل في هذه المنصة. بس ابو سعود انا لي رأي في هذا الموضوع. نعم. بالذات شوف حسين عبد الغني مدير الفريق داخل الملعب امامه حكام ولجنة حكام وحكم رئيسي ومراقب مباراة، هم اللي يكتبون عن التقارير او هم اللي يشاهدون شنو حصل. انما تدخل شخص مسؤول من المنصة الرئيسية على الجهاز الفني او الاداري او اللاعبين، هذا اكيد انه اشد عقوبة، لانه مو من حقه انه يخاطب. بال... طلعت انا عارف يعني هذا ما طلعت انا عارف بس أنا... ولا... انا عارف بس بالمقابل رقم انه خلنا نقول حسين عبد الغني بغض النظر شنو اللي حدث، لكن لا هناك تقرير في 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 من حكم المباراه ولا من مراقب المباراه ولا من حكم الرابع. نعم. هم موجودين عنده ومع ذلك عوقب. عوقب على اي اساس؟ لا عوقب انه في مشاده بينه وبين احد لاعبي نادي الشباب، هذا حسب ما ذكر في لجنه الانضباط، واحنا نحترم راي لجنه الانضباط. لجنه الانضباط لجنه الانضباط ما تنظر الى تقرير حكم المباراه. اي هذا هو كلام. اي تقرير مراقب يقول حدث مشاده بينه وبين على موضوع العنصريه. لا 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 في بينهم تحت صار عنصريه. الحمد لله ان الامور انكشفت وان الامور ماكو شيء. عموما خلينا نبقى في اجواءنا الخليجيه قبل لا نروح للفاصل. اليوم استمتعنا في نهائي كاس قطر بين السد والدحيل. انا ما بيتكلم عن المباراه ومتعتها وتعليقها والحضور الجماهيري والملعب وشوف شلون الملعب الجمهور مرتب، تنظيم كمامات حتى وهم صاعدين، التتويج انتم راح تشوفون وتحكمون. لكن انا ابي اشكر طبعا سمو امير دوله قطر الشيخ تميم، ما في شك، الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنه الاولمبيه القطريه واللي كان حاضر وراعي المباراه، الشيخ حمد بن خليفه رئيس الاتحاد القطري والاخوان في مؤسسه دوري نجوم قطر، واشكر اخوي سديم حسين من نادي الدحيل اللي اقيمت عليه المباراه، على ايضا المجهودات اللي بذلوها وكانت في بادره قمه في الروعه. انا لما شفتها صراحه يعني حسيت بشعور غريب، يعني الاخوان اول ما بدت المباراه رفعوا اعلام الكويت، شوف الفكره الثانيه بالدقيقه 30 رفعوا اعلام الكويت ان 30 عيد التحرير، وبالدقيقه 60 رفعوا اعلام الكويت للمره الثالثه عشان عيد الاستقلال. انا ايضا احب اشكر الجمهور اللي حاضر واحد واحد صراحه، اللي رفع علم الكويت بيض الله وجهكم، وهذه مو غريبه عليكم يا اخواننا واهلنا في قطر، ولا غريبه على ايضا حكام قطر، بادره طيبه تشكرون عليها ووفاء منا نشكركم. خلينا نشوف لقطات المباراه وبعدها سنة. شكرا للجميع على هذا النهائي الجميل صراحه، مباراه حلوه. ابو علي تعليقك؟ لا انا والله يعني خل المستوى الفني، الامور الفنيه يمكن نتكلم، مستوى مبين مستوى فني رائع يعني، بس التنظيم، شوف التنظيم يعني الجمهور، حضور جمهور هذا، لا مو حضور التباعد اللي صاير، يعني العمليه بين التنظيم، يعني حتى لما نتكلم بالكويت هنا شوف التنظيم، فيه ارقام التذكره كل واحد برغمه، هذا المفروض هذا التنظيم اللي نبي نشوفه هنا بالكويت. بس صعب تنظم شيء بالكويت؟ لا مو صعب، بس يبي له شغل، يبي له مجهود، يبي تحمل مسؤوليه. صعب لما يكون المسؤولين مو قد، لا يبي تحمل مسؤوليه، خلاص تحط ناس يشتغلون انه خلاص ننظم العمليه صح، شنو المشكله؟ انت لا احنا بنسوي شيء بس احنا قاعدين كذي ما والله، بس تتعب تحط لك ناس فعلا ينظمون لك العمل، يعني
نعم. ما 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 في يعني شيء صعب اللي تقول والله شيء معقد ولا شيء، ترى شيء سهل مو صعب. سعود، اولا يعني نشكر الاخوان في دوله قطر الشقيقه على هذه البادره المو غريبه عليهم. نعم. انت قلت صعب، انا اقول في الوضع الحالي مستحيل احنا ننظم كذي، لان مثل ما قال ابو عبد المحسن ما في فعلا ناس ينظمون كره قدم صحيحه. هذه كره قدم حقيقيه اللي قاعد نشوفها، اللي عندنا للاسف اصبحت مسخ. للاسف ان كره القدم الكويتيه بسوء ادارتها اصبحت مو كره قدم حقيقيه مثل ما نشوفها في كل دول العالم. اما بالنسبه للمستوى الفني، انا صراحه ما احب فريق السد، اقول اعلنها صراحه يعني، وما ما كنت اتمنى انهم يفوزون. انا يعني شجع، انا في قطر اشجع فريق غايب بعيد عن اللي هو العربي. العربي حلو تعجبني، لكن السد بيني وبينهم خصومه، يدري نواف بيننا وبينهم خصومه. ابو عبد المحسن، تعليقك على المباراه؟ شوف، مثل ما قال ابو علي، بالنسبه للناحيه الفنيه وتواجد الجماهير، وضع قيود وتنظيم في تواجد الجماهير داخل الملعب من خلال التباعد الاجتماعي والكمامات، هذا تنظيم معروف اصلا قطر بتنظيمها للمباريات والمسابقات والنهائيات دائما. يعني احنا نتكلم من 76 الى الان افضل تنظيم عربي في البطولات والمسابقات هي قطر. صحيح. تبي تقول شيء عن النهائي؟ والله لا عزيز، يعني انت تبي تقارن، خلاص الحين اصبحت مثل دول قطر والخليج كلها، قطر والسعوديه والامارات، يعني واحنا مساكين غلابه عندهم حقيقه. الفروقات كبيره جدا جدا جدا، ويعني الواحد يعني والله يخجل. ها نعم. والله يخجل انه يعني طبعا الله يهنيهم، وما الله يهنيهم، لكن كله على اتحاد القدم شويه غيره. انا قاعد اقول اللي قاعد، اسف نواف، اللي قاعد نشوفه الان مشروع دوله، هذا يعني دوله قاعد تتحرك. صحيح. مو بس اتحاد كره القدم، كل المؤسسات. يعني انت اتحاد اعمل طبعا، الواحد يؤدي دوره، مو تمنع لي الجمهور من الحضور، مو تمنع لي المصور ما يطلع لي لقطات وصور حق الناس تشوفها. شوف اللي بالملعب مصورين ايش كثر، شوف الجمهور ايش يعني كثر، يعني هذا مسعود مو محلل الملعب، مو محلل المباراه. الحين مثلا يقول لك في مثل لجنه ثلاثيه في صح ما صح، يا جماعه احنا ما نقول روحوا تهاوشوا وياهم، قعدوا وياهم ناقشوهم. صدق لي، انا متاكد ان اللجنه الثلاثيه ما لها شغل في الموضوع. اي لا يعني حتى لو لهم شغل، حتى لو لهم شغل، واذا في احد اللجنه الثلاثيه يخلي لا، حتى لو لهم شغل اقعد وياه اقنعه، تعالي وهذا تخصصي الرياضه وانا علم وانا اتحمل مسؤوليه، بس هذا لا يتحمل مسؤوليه، يخلون كل شيء يقطونه على. طيب نقطه واحده بس، ما يخالف بتكلم على النقطه هذه. شوف مساء، انت تقول ان تبي مشروع دوله، زين اللي قاعد يحصل حاليا، يوم تقول تحمل الاتحاد، اللي قاعد يحصل حاليا من اكثر من 5 سنوات هو مشروع دوله. اللي سوى هذا الامر في اتحاد القدم او في المسابقات الثانيه او الاتحادات الثانيه او في رياضاتنا بشكل عام، لا ما له شغل، هو مشروع دوله. لا بلى لا من اللي وضع الاتحاد يدير، الاتحاد يدير مسابقات، من اللي هو اللي دعمهم، اللي وقف وياهم. لا ما له شغل هذا. لا هو ادعمك، بس انت دير الاتحاد. صح. لا انا اختلف معك والله يا ابو سعود. شوف لا اختلف معك، اختلف. طيب شوف كيفك، لكن انا بروح لفاصل. من اوجد هالادارات هذه، مو بالهيئه. لا هذه جمعيه عموميه وانتخابات وديمقراطيه، مثل اللي يابتك يابت الاخوان اللي موجودين الحين. لا كلها انتخابات مدعومه. لا ما اختلف معك، اذا مدعومه هم ايامك مدعومه، هذه انتخابات جمعيه عموميه. تفضل. مدعومه صح من الدوله. احنا يوم من الايام واحنا نلعب تقسيمه بيننا الف وباء، والمنتخب السعودي اللي واقف في مجموعتنا بكاس الخليج يلعب مع منتخب الارجنتين، معسكر كامل لبطوله كاس الخليج ورايحين ندافع عن اللقب، ما لعبنا مباراه وديه ما لعبنا. شو تتكلم طيب يا عزيز؟ والله كلام خلي يسمعونه. والله شو تتكلم يا عزيز؟ والله كان قاعد اقول لك مشروع الفشل هذا، مشروع دوله. بس خل ابارك الاخوان في نادي السد، عيال الذيب مبروكين، والسداويه جميعا، كل ربعي واصدقائي اللي يشجعون السد ابارك لهم، اللي لا يستاهلون. لا ما يشجع السد عشان خالد جاسم بعد يشجع السد. خالد جاسم ترى يشجع السد، انا ما ادري انه يشجع السد. لكن هو المعلومه بس، هل تعلم بان تشافي الحين هذا 5 نهائي وكل النهايات اللي لعبهم فاز فيهم؟ تعلم ما تعلم يا الدحلاوي؟ اكيد ما تعلم. خلي السداوي يحتفل. انا بختم بس تغريده لاخوي عبد الله الصبيح، يقول صبحك الله بالخير بسعود، يقول اذا ابراج الكويت انا ذاك تزينت بالبطل الديحاني، ولك التعليق.
والله يا اخوي كابتن عبد الله انا اشوف وشفت الفيديو في اخبار ما استبعد الحين واحد يطلع لك يقول لك الصوره مفبركه ما ادري في اخبار من الامير مفبرك بيقول لك فيديو مفبرك والابراج مو صحيح ما حطوا صوره الدعم طبيعي اسمع راح تسمع الكلمه وايد خل نروح حق فاصل صباحكم الله بالخير. اليوم كان في خبر والخبر طبعا أثار أيضا ردود فعل عند الإخوان. طبعا الخبر أن نادي السالمية استعار مساعد مدرب منتخب الكويت الأول كابتن ثامر عناد. أنا بقتبس تغريدة لزميلنا الإعلامي العزيز جابر النصار يقول ما صارت من قبل اتحاد كرة القدم يعير مدرب المنتخب الأولمبي نادي الكويت ومساعد مدرب المنتخب الأول ثامر عناد نادي السالمية وسمير دشتي مدرب حراس المرمى لنادي خيطان ننتظر الموافقة على إعارة عامل التجهيزات فرج السيد لنادي رابع هل هذا حدث خليجيا فلوها رسمي أبو علي أنت أو فلوها رسمي أو فلوها رسمي ما أدري المهم هذه كلمة أو تغريدة أخونا أبو نصار الإعلامي العزيز البعض يأيد كلام أبو نصار البعض الآخر يختلف معه يقول يعني هذه ظروف راهنة طارئة كورونا ما حد يقدر يجيب مدرب فهذا شيء طيب من الاتحاد إنه متعاون مع الأندية البعض الآخر يأيد كلام أبو نصار أنت شنو رأيك؟ أنا أحترم الرأي بس أنا أعتقد إنه صاير من أول إنه يعيرون كله لا إنه إنه معطي المدربين من الاتحاد حق بعض الأندية هو يتكلم عن العكس صحيح إيه؟ العكس صحيح الاتحاد يستعين من الأندية بمدربين لا 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 صارت هو يتكلم عن أبو علي أبو علي بن نصار يتكلم إنه مساعد مدرب الأول إيه؟ مدرب الأولمبي إيه؟ مدرب حراس المرمى يعني عرفت هو إذا ما عندهم استحقاقات ما عندهم شغل بطولات ممكن انه شو اسمه انه ممكن هذا انا ما قصدك ما عندهم شغل انا مؤيد هالشيء هذا وانا اعتقد انه صارت من اول انه في ها صارت مدرب منتخب 2000 رادي رادي المنتخب الاولمبي استعان فينا الغاتسي مع مدرب الحراس واللياقه مع مساعد المدرب جمال يقو يعني صايره من اول صايره من الاتحاد يعني مو شيء مو شيء من طيب. من اول صاير رايك بالخطوه وانا ما لي شغل صايره من اول صاير اقول اي بس تعاون بس متى بتعجل المنتخب لازم يرجع للاتحاد طيب. انه يرجع زين ايش رايك باستعانه بثامر عناد للسالميه والله هذا الجزء الثاني من السؤال اي هذا الجزء لا انا اقول انه والله ثامر بعد اذا هو عندهم ثقه فيه وهذا بس انا تفاجات في شيله المشعان الدكتور محمد المشعان يعني ما اعطوا فرصه اعتقد يعني التصنيف يمكن كان جسمه بس ما يعني بدايه الدوري ما ادري اذا هم عندهم شيء ثاني يمكن راي انت تقول لا انا انتقدت في المباراه اي انا قلت انتقدت في المباراه اللي انا اقول لك لما انتقد انت 90 دقيقه ما انتقده بشكل عام اقول لك بس انت انتقدته بس ما طالبت به غالته لا ما طالبت فيه غالته تقعد وياه يعني فرق بين انك من اتي ثقيله ولا انك كاداره تقعد وياه تناقشه ليش مستوى الفريق كذي ليش هذا شيء مشروع لمجلس يعني الاداره يعني انت ضد الاستغناء عن الدكتور اي بهالسرعه انا اقول بهالسرعه انا مو طيب. موافق وعمر بالجزئين الجزء الاول ابو علي يقول هذا امر موجود من قبل وليش مسوينها سالفه وهذا امر صاير من قبل يعني. هو صح صاير من قبل مثل ما قال بعد نسلنا من طرفين الاتحاد يعير مدربين الانديه والانديه تعير مدربينها مثل القوران عروا نادي الشباب للاتحاد نعم. محمد ابراهيم كذا مره والعكس صحيح لكن ان الطاقم كامل ما ادري هذا شيء يمكن ياثر على استحقاقات اذا كان في استحقاقات قادمه للمنتخب الاولمبي او المنتخب وسمعنا حتى ممكن يكون حتى مدرب المنتخب الاول وهذا ما لا نتمناه طبعا نعم. لان المنتخب الاول عنده استحقاق وايد يعني في اخبار انه في انديه ممكن تفاوض المدرب المنتخب الاول انا اقصد هل هذا التوجه من الاتحاد يعني يمكن يكون لتخفيف نفقاتهم او مصاريفهم ما ادري شنو السبب صراحه لكن ما اعتقد انها مشكله كبيره بس اهم شيء مثل ما قال ابو علي انه ما ياثر على اذا احتاجهم المنتخب ما ياثر انهم يكون عندهم يعني انا بستغرب مثلا مدرب منتخب الاولمبي شلون راح يشوف اللاعبين للاختيار الاولمبي وهو قاعد يتفرغ حق نادي
هذه النقطه اللي يمكن تمثل مشكله اليوم اللي يكون في مباراه. لا هو شيء غريب انه صار ما يقدر عزيز عنده تمرين يعني. لا عادي اخوي اليوم مثلا يحضر مباراه اكيد في مباراه قبل التمرين مباراه هني انا ضده هني انا ضده تدري ليش؟ ما يصير يلعب دورين، يا اما انه يكون مدرب للنادي خلاص لا تركيز تركيزه مع النادي، يا اما انه يرجع للمنتخب الاولمبي. طيب بالنسبه لمشعان دكتور، والله انا الدكتور محمد مشعان يعني مثل ما قال ابو علي اعتقد تو الناس قالته يعني كم جوله، ثالث جوله والرابع جوله خلص. واعتقد يعني بين دكتور محمد بين مد وجزر، احيانا يقدم مستويات وايد راقيه واحيانا ما يوفق نهائيا، بس هذا الامر يعود للاخوان في مجلس اداره نادي السالميه شنو توجههم يعني وين يبون يوصلون، هل هم حاطين في بالهم بناء فريق او تحقيق بطوله، هذا شيء يرجع لهم، بس انا اتوقع تو الناس على اقالته يعني. نعم بو عبد المحسن بالجزئين، الجزء الاول استعانه بالنسبه احنا شوف تقريبا مر علينا سنه تقريبا حاليا ما في اي دور للمدربين في المنتخبات كليا، يعني كمدربين موجودين في الاتحاد حاليا ما لهم اي دور ولا لهم لا مسابقات لا مباريات وديه لا اعداد في الاتحاد، فانه يروح يشارك مع الانديه، الانديه افضل من انه يقعد بالاتحاد كذي لا شغل ولا مشغله، يمارس شويه يمارس على الاقل لا شغل ولا مشغله ما عنده شيء زين. فاعتقد انه انا اقول الاتحاد لو كل مدربين الموجودين حاليا يوزعهم على الانديه احسن، ما عنده شغل زين، خلقاتي يطلب مدرب لياقه لانه ما عنده مدرب لياقه صح، هذه فكره يعني صحيح. انا اشكر اخوي صالح شويدان وكثير من الاخوان الكروالي قالوا يعني خلي يتعامل الاتحاد مع بالضبط مع القادسيه بنفس تعامله مع الانديه الاخرى، واعتقد الاتحاد راح يوافق. لا ما راح، لا ما راح يوافق، لا خلي يطلبوا خلي يطلب. بالنسبه للجزئيه الثانيه على الموضوع استغناء عن الدكتور غالط الدكتور مشعان، الدكتور مشعان لازم ان احنا نعترف انه يعني كمدرب اثبت جدارته ووجوده يعني في معظم الفرق اللي كان يدربها، الفريق يتغير الى الافضل دائما يكون دوره بين في بالفريق، لكن وضعه بالسالميه حاليا شنو اللي حاصل؟ طبعا المدرب مو كل شيء، المدرب مو ساحر، احيانا يكون اللاعبين التوليفه الموجوده في الفريق مثل نادي السالميه، ثاني شيء وهي مهمه جزئيه مهمه ان شخصيه المشعان مو قاعد يتعاملون مو قاعد يتقبلونه الاداريين في الانديه مثل ما حصل في الجهره، ما يصلح لهم ما يصلح لبعض الاداريين اللي هم يبون الامور حسب كشخصيته انا غربي منه دكتور اي فبالتالي مثل ما حصل بالجهره انه أقيل لانه مو متعاون مع الاداره، يمكن يكون بعد نفس الوضع. غير صحيح المعلومه، مع احترام لرايك عبد الحسن، انا اعتقد اللي تسبب باقاله محمد المشعان دكتور محمد المشعان رايي الشخصي هو الزميل خلف العنزي، زميلنا خلف العنزي ليش؟ ويسمعنا ويشوفنا، لان ساله سؤال والجواب ما ارضى البعض، ف لا 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 خل هذا انا تكلمنا عنه التصريح. نعم. التصريح احنا تكلمنا عنه على موضوع الجهر ولا تكلم فيه، قلته بالبرنامج تصريح محمد مشعان لما كان مساعد مدرب المنتخب. انا هذا وجهه دخلون الموضوع الشيخ طلال والشيخ احمد يا جماعه، مباراه الريال صار له الحين عزيز. لا 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 احنا وجهه نظر الشغل، لا لا هو قصده الشغل مو قصدي، مو لحظه هذا مو رايي، هو رايي هذا رايي، لا لا مو رايي، لا مو منطقي اي شيء بقول والله، بس معلش يا ابو مسعود من خلف النقطة اللي احنا ناقشناها. نعم. موضوع الجهرة انه أقيل بسبب عدم تعاونه مع مدير الفريق. طيب صح؟ ما ادري والله انا ما حد قال شنو السبب صراحة، تكلموا فيها بالرد عليك ابو عبد المحسن، ما حد تكلم لكن لما أقيل من الجهرة شنو حصل فنيا لفريق الجهرة؟ ان شاء الله الان مع ابو حمد الفريق في مستوى متصاعد. انا ذكر الشيخ طلال مثل بالجهره، لا ما له شخص، تكفى خل هو انت ايش رايك؟ وصلت الحين خالد انت ايش رايك في جزئيه الاستعانه بالدنيا الجهره؟ ايش رايك بالاستعانه بالمدربين اللي حصل الان نادي الكويت خذ مدرب الاولمبي؟ ان يعني في اسبوع الان مثل ما قلت اسبوع مدرب حراس مساع المدرب فتوزعوا في ظرف اسبوع، هذا شيء الغريب يعني ما في شغل عادي. لكن انا بتكلم على الدكتور يعني. نعم. دكتور محمد مشعان
قربي منه وتعاملت معه. طبعا اذا كان سبب فني لغاله فهذه مصيبه، لان الكل بشهاده الكل يعني ان الدكتور وضع بصمه حقيقه بالفريق، والسالميه اصبح في يعني فريق يعني لا 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 حضور، وفريق تشعر انه هناك في عمل. بس البعض يقول خسر من القادسيه، خسر ثلاثه من النصر، خسائر يعني خسائر مو منطقيه في في حق نادي السالميه. منطقي خسر من القادسيه عزيز، القادسيه سيء يعني مو الفريق. خسر القادسيه عزيز، خسر القادسيه يشيلونه سيء، فريقكم سيء بعد شنو؟ لا لا ادري ادري، بس الخساره وست انتشلت في اخر دقيقه وفي خطا يعني يتحمل لاعب، لكن لكن اذا يعني كعمل ما حد يختلف حقيقه على الدكتور. لكن انا متاكد يعني ان اكيد اكيد سبب اللي قال انه يعني شخصيه الدكتور لا تلائم حقيقه. طيب. وانا اعرف انه ما يعني ممكن في تدخلات، ممكن في هو ما يسمح ابد حقيقه. طيب. انا خل اقول لك السبب لهذا النوع، لهذا النوع يعني نعم. اي تدخل هو يرفض. انا خل اقول لك السبب ونما لا علمي، واعتقد ابو علي قال السبب بس ما ركز عليه بشكل كبير، لكن ركز عليه في الحوار اللي تم بين الجهاز الفني والإداري حسب ما نما إلى علمي. شفت تذكر لما قلت تغيير مبارك فنيني خطأ؟ خطأ. هذه المشكلة سلم. اللي صار تغيير حسب تغيير ما نما إلى علمي. تغيير لاعب يطيب. إيه إنك إيه. هذا ما نما إلى علمي بوعي. يعني معناها إداري. لأن تسببت لا الخسارة. فني فني. ها؟ لأن تسببت أنا الخسارة. أنا واحد من الناس اللي قلت قلت. بس بس هل يعقل إن إذا فعل لا لا أنا قاعد أقول لك هذا هذا اللي وصل لي. إيه؟ لكن هل يعقل اذا كان هذا الكلام صحيح؟ اي نعم. عشان ما شيله غيرت فنيني غلط، قلنا شيله ان انا اقول ان خروج مبارك فنيني غلط، انا قلت فنيا انه إيه؟ خروجه غلط، لكن تشيله على بسبب هالسبب هم غلط بعد انك تشيله، بس وانا مصر ان خروج مبارك فنيني خطا. وزين نفس الوضع هذا بالنسبه للقادسيه، تشكيله القادسيه امام العربي اما نفس صار فيها موضوع المدرب، والمدرب نقاش على حول المدرب على موضوع تشكيله القادسيه امام العربي. بعدين عزيز اي نفس الشيء تكلم عزيز كذا مره قاعد نقول انا اتكلم عن المدربين الانديه، الانديه الحين يعني ما في عيال النادي مثلا ولا يعني يعني اكيد كل اقول في لاعبين يعني ينتمون للنادي مدربين، ومو معقوله مثلا ليش يستعين في 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 مدربين الاتحاد؟ يعني مو معقول نادي السالميه الحين مثلا ما في مدربين من ابناء النادي مثلا، هو حطه جراح عبد اللطيف مساعد له، لا ادري مدرب يعني ما في يعني ما ادري عندهم صالح العصفور وغيره صالح العصفور عندهم صالح العصفور عندهم مثال مثال يعني علي عبد الرضا اقول امثله كثيره انا صالح عصفور فيصل عصفور تغد فيصل هني استغرب هني الا اذا قالين لهم على قولة حسين ما عندكم شغل روحوا دربوا فهذا موضوع اخر اي والله فهني استغربها انا كان هذا السالمين علي عبد الرضا هذه نقطه مهمه اسال فيها هم ابو علي ابو علي يعني اليوم نفس الامر مثلا بالعربي لو بيقيل المدرب مثلا ما يجيب محمد كرم او احمد خلف او اقيس على العربي يعني ما عندهم ثقه فيهم يعني هل هذه يعني افضل بالنسبه لي انا كنادي اني اجيب واحد من برا عشان الامور تكون يعني يعني في في ناس يقول لك افضل ما تجيبه من النادي عشان لا يعني في امور مثلا والله هذا رفيجه بالنادي هذا فلان رفيجه عزيز بالنادي يعني في ناس شيء تفكيرهم هذا تفكيرهم صح خليني اقول لك شغله يعني هو اذا مثلا انت جايب مدرب والله عالمي اجنبي جايبه مكانه ماخذ مكان محمد المشعان تقول اوكي لكن انت مع احترامي حق ثامن عاد ما اقول له مدرب والله يوفقه مع سالميه لكن انا اعتقد ان في نفس يمكن مستوى ثامر في موجودين بنادي السالميه يعني في انا بدون ما احدد اسم في في اسامي يعني عبد النادي عبد اي بحطه اذا لان اللي صاير صاير شيء مؤقت يعني ما ثامر عناد مدرب بالاتحاد انت حاطه مؤقت نعم يعني تقدر تحط واحد بالنادي مؤقت في مدربين بالنادي تقدر تحطه غريب ما ياخذ يعني فرصه اما جاي مدرب اجنبي وعالمي وهذا لا تقول حد خلاص انا عندي طموح اكبر من كذي وعندي افضل من كذي لكن جاي ثامر مؤقت انا اعتقد كان في طيب مجال وانا للحين مصر استعيله على دكتور محمد المشعل طيب بروح لفاصل بعد الفاصل باخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ان شاء الله واشرك جمهورنا في في او متابعينا في اكثر من موضوع طرحناه احنا للنقاش لكن بعد الفاصل
صباحكم الله بالخير. ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ونشرك مشاهدينا معانا. نبدا مع اخوي خالد. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور ابو سعيد. صباح عليك وعلى الضيوف اللي عندك. حياك الله. انا اليوم بتكلم خارج موضوع الحلقه يمكن شويه. تفضل. بتكلم عن نواف الخالدي ابو خالد. كيف الحال ابو خالد؟ هلا وغلا. هلا والله بالنمش. خالد النمش وياك. ونعم مو نعم والله ونعم والله. خالد شلونك؟ انا دقيقه ما توفق حقك بتكلم على عجل. يعني انا زاملت نواف الخالدي بفتره. اليوم نادي الغاشيه يمر بظروف فنيه وظروف اداريه ولازم اليوم يواجههم مصيرهم. انا اتمنى انهم يقتدون نواف الخالدي. انا ما بيتكلم عن مستوى الفني داخل الملعب، الكل يشهد فيه ولا جزء كبير من انجازات الغاشيه. نواف الخالدي انا زاملته فتره كان روح عاليه بالفريق بالتمارين، كان كل ما اشتدت عليه الظروف كل ما زاد صلابه. نواف الخالدي اليوم مثل حق واسطوره صراحه خليجيه. لازم اليوم نادي القادسيه والمنتخب منتخب الكويت يستفيد من روح نواف الخالدي. ما بيقول مستوى الفني، روح العاليه حق نواف الخالدي اللي كان فعلا جسور. كان يعني لما يكون القادسيه في اسوء مستوى يظهر نواف الخالدي ويرفع مستوى الفريق بشكل كبير بروحه العاليه. نواف الخالدي كان اول شخص يدخل التمرين ويمكن اخر شخص يطلع. وكان يمكن مر باحد المدربين ضافة ابو خالد. يعني يمكن كان مستواه شوي التدريبي، كان نواف الخالدي هو يمكن يعطي التمارين. وهو اللي كان يضيف على تمارين هذا المدرب. خالد انت اخوك علي ولا ولد عمك ولا؟ اي انا اخوي علي، وانا لعبت فتره قصيره وضرب شوي بعد. علي روحه احسن من روح نواف الخالدي. لا لا علي ذباح. علي ذباح اكثر من نواف. لا نواف يا جماعه والله العظيم نواف الخالدي كان يستاهل اشاده يا خالد. وإشادة منك. أتمنى اليوم يستفيد منه نادي الغاشية ويستفيد منه المنتخب الوطني ويستفيد من الروح العالية في الفريق. نعم. يعني. نعم. شكرا لك يا خالد ويستحق الإشادة أبو خالد أخونا نواف. يعني مشكور حقيقة. وتحية لأخوك علي أيضا صبح عليه بالخير. آخذ أيضا أخوي خالد تفضل. صباحك الله بالنور يا أبو سعود. يا حياك الله. أبو سعود يقولون أنك تعشق نادي الهلال. ما أدري صحيح المعلومة هذه ولا. والله اللي قايل لك يثير الفتنة. أكيد. تفضل. وبالنسبة للكابتن محمد كرم في موقف قديم ضحك المعلق هذا الحربان، كان في مباراة كوريا مدري الصين، في مدافع الكوري حاول يأخر الوقت، هو سحب اللاعب وطلعه برا الملعب. أخذ فيها انذار ولا؟ خبت انذار. لا ما اخذ انذار، الحكم ضحك بس وخر، قال غبي المراقب يسوي له سالفه. هو ضحك ما اعطى لي انذار. استانس. شنو كان؟ لا ما اعطى لي انذار. سؤالي حق الكباتن نواف الخالدي ووليد الانصاري، ابي هل عاجبكم اداء نادي الغادسيه وخاصه في الدفاع والمحترفين الثلاثه؟ والمحترف اللي دخل اول لمسه له ما لمس بعد الكره مسك مدافع مهاجم العربي وانطرد. طيب. يعني ما استفاد من الغادسيه. وهل السنه هذه بطل الدوري جديد؟ انا اتوقع انا قد ساوي اذا مو العربي بطل الدوري جديد. اوكي شكرا لك يا خالد. اخذ اخوي الزاع تفضل. صبحك الله بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا ابو سعود، ارحب فيك ارحب بالاخوان اللي عندك. طبعا اشكرك على جزئيه فهد الديحاني. وموضوع مهم والله يا ابو سعود، يعني يأسفني واحزن والله كرياضي اني واحد بطل اولمبي. يا جماعه المشكله ان في بعض للاسف المسؤولين ما يعرفون شنو الدوره الاولمبيه. أكبر محفل دولي هي الدورات الأولمبية، أستثني بس كرة القدم عشان كرة شعبية عندهم كأس العالم، بس الألعاب الفردية لو تسأل كل لاعب سعود حلمه أنه يوصل الأولمبياد، فما بالك اللي يجيب ميدالية أولمبية. طبعا الكويت عددنا مو واجد يا جماعة، حصلنا الحمد لله على ميدالية في أولمبياد سيدني نفس البطل بيت دحاني، حصلنا في بعدها أولمبياد 2016 البرازيل فهد حالي ذهبية وعبد الله الرشيدي. يا جماعة أحزن والله. وبعدين في نقطة مهمة أبو سعود يا ريت تأكد لي منها، أن في راتب شهري من أولمبياد 2016 إلى طوكيو أعتقد ما أعطوهم.
صحيح. واخر شيء بوجه لك سؤال ابو سعود، يا ريت تسال عندك، المعاق مو جزء من المجتمع؟ صحيح صحيح. هل مساواه المعاق في التكريم نفس الاصحاء؟ للاسف ما في مساواه. اسال ضيوفك ووجه رساله للمسؤولين. شكرا وشكرا. شكرا لك. شكرا. والله هو المفروض مساواه ما في. نعم كلنا راح يعني راح نجاوب انه لابد ان تكون في مساواه، ما حد راح يختلف معانا في الجزء. المعاق واحد منا وفينا ونعتبره من الاصحاء يعني، لكن هذا الامر مثل ما تفضلت وجهه للمسؤولين. حمد صبحك الله بالخير. بالخير اخوي بسعود، وصبح عليك وصبح الاخوان اللي معاك كلهم كباتن. بسعود انا انت مساعد تقول عن تنظيم الدوحه وهذا والامور اللي قاعد تصير بالاخوان بالدوحه كتنظيم حضور جماهيري عندهم، ترى شيء مو مستغرب. احنا بنتكلم على وضعنا الحالي، احنا كاميرا بالقناه الثالثه ما نقدر نحط خط عشان نشوف هذا تسلل ولا هذا اوفسايد ولا بلنتي ولا هذا، وكل اسبوع انت تشوف بالدوري اغلاط الحكام، وكل قاعد تسوي حلقه وحلقتين على هل موضوع الخط خط. صحيح. يعني مو مباراه مو تنظيم بس. صحيح. على موضوع خط بالشاشه ينحط. فاحنا ما ادري ايش اقول لك، وضعنا ما ادري ليه متى كذي. يعني فلوس الحمد لله الحكومه مو مقصره مع الاتحاد الحالي، ميزانيه مفتوحه. وين الاخوان اللي قبل يقولون والله ما فلوس ما عندنا والاتحاد الحكومه قاعد تعطي؟ كيف الحين قاعد تعطي الحكومه؟ لا شفنا شيء تطور ولا شيء، كل شيء نفس ما كان ماشي. بس ما ادري شنو ليه متى احنا وضعنا كذي، ما ادري الكره الكويتيه ليه متى وضعنا كذي. شكرا لك. ما ادري بس انا اتمنى الاخوان يجاوبوني ليه متى. والله ليه متى مسعود انا اقول لك، كانت الرياضه فيها اداره وما في صرف مالي، الان في صرف مالي ما في اداره. والله ان شاء الله لمتى، لما تتصافى النفوس ان شاء الله، ويكون البحث عن انجاز وتخطيط من اجل الكويت، مو عمل من اجل ارضاء اشخاص وارضاء انديه وارضاء. اذا بنظل كذي ما راح نتعدل، لكن لما يجون اشخاص يعملون لاجل الكويت ولاجل منتخب الكويت، هنا راح تشوف نفس قطر وتشوف نفس السعوديه. اخوي حمد صبحك الله بالخير. عفوا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بتكلم عن قرار الاتحاد المدربين. قرار شنو؟ الاتحاد اليوم الموافق على المدربين اللي طلعهم. ايه تفضل. اليوم يعني انتم بدايه كلام صارت من قبل. نعم. هذا واحد، لان كل شيء كنا نسويه غلط. فاليوم الاولى شنو؟ الاولى ان المدربين يقعدون بالاتحاد، لان اليوم عندنا شهر 6 مباريات. احنا ما صدقنا ان صار في تاجيل 3 اشهر. اليوم يعني تقول والله اولمبي واقف، زين مو مقبول. شلون اولمبي واقف؟ ريال تو جاي الكويت، يعني نفس المدرب الاسباني هذا المفروض يقعد يتابع كل المباريات ويقعد مع يعني مع ثامر ومع المدرب الفريق الاول، لان هذا الداعم الاول له للمنتخب. بعدين اليوم الحين المدرب، انا اذكر جوزاك ثامر كان قاعد وياه ويصورون ان ثامر قاعد ويا جوزاك على المدرج بكل مباراه، صح ولا غلط؟ نعم. وقلنا يقعد عقب قبل كل تشكيل، وقال بنفسه بالمقابله انا اتدخل اقول رايي بس ما افرض. الحين شلون بيقول رايه؟ يلا شنو 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 فائده مساعد مدرب؟ ماكو. طيب مشكور. مشكور يا محمد. اخر اتصال اخوي مصطفى تفضل. صباحك الله بالخير، و صباح على كابتن نواف وكابتن محمد كرم، وبنهنيكم بالعيد الوطني وحضرة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده حفظهم الله ورعاه. نحب نقول وطني الكويت الغالي، يا احلى ايام عشتها فيك وليالي، وطني الابي العالي مرفوع الرايه والفخر يا غالي، حريه وعرفنا معنى العزة والفخر للشعوب العربية، يوم عيدك نصر الشهامة والفرحة والخير وشيوخ الإنسانية، أبناء قادوا البلاد بالحب والخير والديمقراطية، يا كويت علمك وسام على صدري ينور قلبي وليالية، يا بلد السند والأمان، يا بلد العطاء والإحسان، يا كويت أنت المعاني الطيبة والعرفان، وطن الغريب والقريب ويحبك كل حبيب والهان، اليوم الوطن الستين وبنحبك يا كويت من سنين، يا بلادي يا بلادي يحفظك ربي يا بلادي،
يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. شكرا شكرا أخوي مصطفى صح لسانك مشكور دائما متواصل معنا بالأحداث الجميلة وهذه مغربة على أخواننا وأهلنا جمهورية مصر العربية. خلنا ننتقل للردود على أسئلة أخواننا. أحد الأخوان سألك عمر عن نادي القادسية. نعم نعم أعتقد خالد السهلي. نعم شوف ما في أحد من محبين نادي القادسية أكيد راضي عن المستوى الفني للفريق، وأنا أحمل الحقيقة بشكل كبير جدا مدرب الفريق. مدرب الفريق صراحة يعني أتوقع كل جمهور القدساوي منتظر قرار تجميده، إذا مو قادرين ينتهون عقده على الأقل شوفوا له حل، لأن صراحة يعني إحنا ما نقبل في نادي القادسية ولا اللاعبين ولا الجمهور يقبل هذا المستوى من نادي القادسية. القادسية دائما في كل مباراة يكون هو اللي يفرض أسلوبه على الفرق الثانية، وصل فينا الأمر من الفرق الثانية قاعد تفرض أسلوبه على نادي القادسية. ما أدري في تاريخ نادي القادسية ما لعبت مباراة كاملة في نادي القادسية بدون مهاجم، حصلت في عهد بابلو، ولا تقول إنه هو يلعب بطريقة المهاجم الوهمية، لا لا الحقيقة يعني للأسف المستوى الفني غير مرضي. صحيح النتائج إلى الآن زينة، يعني ما بقول زينة وايد بعد، يعني تعادل وخسارة وفوزين، لكن وفرصة لتحقيق الدوري السنة نحن نشوفها متاحة. نعم. وعلى فكرة يعني أنا قاعد أقول القادسية يجب ألا يفكر إلا في المركز الأول، أي مركز ثاني منافسة يوصل للدقيقة لآخر هذا كله ما عادت مقنعة. طيب. فأنا أتوقع أن هذا الأمر مطلب لجمهور نادي القادسية وعلى إدارة نادي القادسية تدارك الأمر. الثاني بس طيب. في الثاني. أيضا أخونا خالد سأل عن محترفينكم. أبو خالد والله يعني شلون تقييمك للمحترفين وخاصة أيضا المدافع قال أبي رأيكم فيه. والله الباك الشمال زين. نعم. لا لا حقيقة أنا يعني أنا ضد اللي يقول المحترفين والمحترفين يعني شو منو تبي يعني يجيب لك مسألة ما هي مسألة محترفين حقيقة، لأن إحنا كنادي القادسية لعبنا بطولات وبطولة دوري أبطال آسيا في يمكن كيتا جبنا بفاحل ب400 دينار أي والله ب400 دينار جبنا بفاحل وإخواننا لاعبين العمان وصلنا إلى قبل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا اللي كان يحتاجون لاعب فريق واحد بس يصعد من المجموعات. فالمسألة ما هي مسألة يعني أنت شو تقييمك محترفين زينين مو زينين يعني ما في أفضل من كذي أصلاً بالكويت من أفضل منهم بالكويت لا بس مالي. بس لا كلام كان على كيتا إحنا على كيتا بالغاتية كان أفضل لاعب ارتكاز في 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 الكويت دقيقة كيتا وقع الاختيار على كيتا إحنا موجودين في مباراة الغاتية فاحل نتيجة 4-0 للغاتية الشيخ طلال قال وقع مع هذا كلنا قلنا شو لاعب فاحل ويعني مباراة 4-0 وقال وقع مع هذا تبون وقع مع هذا فهني المحترف يعني انت شايف محترفينك زيني انا اشوفهم لا يعني لا هم سيئين ولا هم زينين حقيقي انا طيب. انا لا لا انا وجهه نظري انه هني يعني الجيم الاول زينين الجيم الثاني فوز لا 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 اقول شيء يعني الجيم الثاني زينين يعني لا الحين انا اقول لك انا مثلا اللي راح نادي النصر محترف راح نادي النصر دق على الفيديو انا كان عاجبني الدباغ اشوفه زين المحترف لكن هجوم يبي لكم بخار يعني لا الفريق اصلا لاعبين زينين اللاعبين الوضع كله سيء وانا هني انتقد وبالالوم الوم الشيخ فهد طلال حقيقه يعني اضع اللوم عليه لان في السابق يعني الشيخ طلال كان يعني عرف شلون يحبب اللاعبين فيوم حبوا اللاعبين اعتمد عليهم اعتماد كله كنا تيم وورك كنا 30 واحد نمشي قصدك يعني اللاعبين ما يحبون لا مو ما يحب لان لا هو طريقته اختلفت عن 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 الشيخ طلال يعني مثلا قرب اللاعبين لك في اعمده في اعمده حتى لو موجودين الان لازم تاخذ في رايهم في ناس انت عارف يا شيخ انهم بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الفريق لازم تقربهم وتسمع وجهه نظرهم وانت تعرف اخلاصهم وتعرف يعني ايش كثر ضحوا عشان الفريق قربهم الان مثل الخطا الكبير شفناه الخطا الاداري يعني مع احترامي للاسماء لا بس هذا كلامك غريب شويه لا انا تعرفني عزيز يعني انا يعني انت هل معنى كلامك ان الشيخ فهد مثلا مهمش دور كباتن الفريق مثلا لا يعني او ما يقعد معاهم هذا كلامك مو كلامي خليني اقول على الشيخ فهد انه يعني في اعمده بالفريق وهم يعني دائما يشاركونا في القرار منو الاعمده منو
يعني اللاعب القدام من برا يعني لا 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 حتى اللاعبين يعني إذا ما قربهم يمي أخرب اللعب مثلا ولا لا شو ما قربهم أنت لا لا مثلا مثلا الحين أنا شيخ فهد ما أبي أقرب الكباتن يمي أخرب الفريق يعني ولا من يفوز لأن في تباعد لا في تباعد لا لا عزيز 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 شنو من هو العنصر المهم بالفريق من لاعب اللاعب أهم شيء بالفريق اللاعب لا مدرب ولا اللاعب أهم شيء بالفريق فانت لازم تسمع منهم لازم تاخذ يعني تاخذ وجهه نظرهم كان شيخ طلال دائما فواز دائما الحساوي كان دائما في 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 لاعبين وهم يعني هو ما قاعد يقعد معاهم قصدك يعني انا اذا اقول انا بشيء اذا يقعدون معاهم انا ما اتوقع ان 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 يعني تشعر القادسيه الان حتى كلاعبين مو مثل ايامنا طيب مو مثل ايامنا لا اختلافك على شنو انا اختلافي عزيز القادسيه ما يلعب كفريق الان شوف حقيقه يعني الروح اللي كنا نلعب فيها يمكن في غلط في اشياء بالتكتيك غلط بالتكتيك شوف الروح اللي نلعب فيها في السابق يعني الروح مفقوده في نادي الغاتسيه مفقوده مو عارفين اصلا يعني شنو نادي الغاتسيه شنو الفينيت نادي الغاتسيه ليش تو يددهم كلهم قدم ابو خالد اي اصبح يا عزيز الان يعني يعني بعدين ما يلعبون حق الشيخ فهد طلال ولا حق الشيخ خالد فهد ولا يلعبون حق يا شيخ طلال فهد هم يلعبون حق الشعار يلعب حق الشعار لكن انت على راس الهرم وهذه اسلحتك لازم تقربهم وتسمع وجهه نظرهم طيب انت شو تقول بعد المحس انا اقول اللي قاعد يحصل بالقادسيه عكس كلام نواف الان وجود اغلبيه كبيره في نادي القادسيه في فريق القادسيه الحالي كلهم كبار بالسن او يعني خبرات المفروض انهم يكون لهم دور فني على الاقل في الملعب لكن مو قاعد نشوفه هذا بل بالعكس لا ما في دور داخل الملعب انا ما اتكلم خارج الملعب اتكلم داخل الملعب فبالتالي انت كمدرب ومين قال ليش ما داخل تعتمد الملعب ما يخالف المساله تبدي برا الملعب ما يخالف ليش ما تعطي دور كبير للعناصر الشابه اللي موجوده عندك نادي القادسيه مليان من اللاعبين اللي صغار اللي يعني ما يصير اشيل كل لا 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 وين عناصر الشابه يا ابو سعود ما يخالف كم لاعب لازم اعتمد على الكبار كم لاعب ضد العربي ضد مباراه العربي كم لاعب بال30 ثلاث لاعبين لا فهد وبدر وخالد ابراهيم الباقي منهم غير المحترفين طبعا ايه ما اتكلم انا الا ثلاث لاعبين فقط اللي هم صغار اللي هو سلطان عيد عيد الرشيد سلطان في كم عمره سلطان يعني الشباب يعني مو عيد الرشيد كبير بالسن صغار عيد الرشيدي طيب انا بروح لتغيير الدفاع القادسيه لا انا اتكلم انه هو يقول ما لهم دور اللاعبين هم موجودين دور. الخبره في داخل الملعب شنو دورهم داخل الملعب يا اقول شيء الحين مثل على المدرب مثل على المدرب كان لازم انك تستعين في اللاعبين وتاخذ ارائهم تسمع اللاعبين شنو وجهه نظرهم يعني بالمدرب والله انا استغرب هني انا شفت لاعبين كذا مره بالسابق وعلى عهده ترى شو قالوا قالوا احيانا في الملعب احنا ندير المباراه مو المدرب يعني بخبرتهم يديرون المباراه قالوها لاعبين منتخب خليني اقول لك من قالوها مو القادسيه لا دقيقه انت تتكلم عن ان دورهم داخل الملعب كلاعبين خبره وكبار ما لهم دور فني داخل الملعب اقول شيء اكيد لهم دور لهم دور وين الدور هذا هو انا بقول لك شيء وينه على المدرب الحين عزيز يزعل لا تروح للاداره الحين روح اول شيء ابي داخل الملعب شنو اقول لك دور المدرب إيه المدرب إيه؟ اهم شيء المدرب دوره انه يجمع الثلاثين مع بعض إيه؟ انت احنا نادي القادسيه صدقني مو 30 لاعب في 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 خندق واحد ايامنا 30 لاعب في خندق واحد طيب. من السبب خلى تيمورك شيخ طلال تيمورك مشكله صدق خارج الملعب نوعيه اللاعبين خارج الملعب خارج الملعب في ذاك الفتره كان سين من اللاعبين صارت له مشكله دق على الاعمده ولامنا احنا طيب برا الملعب مشكله وينكم عنا وين فصرنا شنو فريق دائما الجاره شلون اخذ شو اسمه الدوري في 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 90 دوني واحد كلهم مع بعض فالفريق يصنع برا الملعب مو داخل الملعب طيب. انت ايش رايك معلش تايد في الراي ولا تختلف معه لا في اشياء انا امور انا اقول امور تكتيكيه وايد بالضبط حتى انا مقاعد الروح يعني المدرب من هذا كله ترى انا مو ضد المدرب اقول شيء المدرب صح لا انا اتكلم الحين نقطه في النهايات انا اتفق وياك ابو علي نقطه ثانيه
انا نقطتي انا اقول انه مو قاعد يوظف اللاعبين، مو قاعد يستغل امكانيات لاعبين. يعني حتى تكتيكه المدرب مو يعني للحين ما اقول بو زين ولا اقول شيله، لكن مجلس الاداره يقعدون وياه يناقشونه ليش نتائج الفريق كذي؟ ليش النتائج عندك زينه؟ ليش اداء الفريق مو كذي؟ وانت المحاسبه وانت فايز احسن من المحاسبه وانت خسران. طيب انت 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 وانت فايز تحاسب بالاداء مو عاجبك، فايز بالحاض ولا بشيء، انت تقعد تعال اداء اداء الفريق كمدرب طيب. كمدرب او مسؤول مدرب او رئيس او مدرب او كذا، ما تعتمد على اللاعبين يعني اللي لهم خبرتهم، ما تاخذ يعني ما تستشيرهم في امور؟ لا ما استشيرهم يعني كلش يعني ما شنو اشتري تعرف تشكيله؟ لا 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 يعني يعني شنو استشير؟ لا 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 يعني يعني في اعمده بالفريق يختلف وياك. لا اعمد الفريق يمكن اداريا استفيدون اكثر من فنيا. صح يعني اداريا عدل اي هاتي لاعبين صغار يكلمهم مثلا امور ثانيه. لا 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 برا على دورها داخل. والله عندي لاعب تبي عندي لاعب تبي معسكر تبي معسكر عندي لاعب مو ملتزم عندي لاعب الامور عدل احط يمكن يتقبلون يمكن يتقبلون اي يتقبلون من اللاعب الكبير يحترمون يحترمون يسمعون كلمته ممكن. اما فنيا انا المدرب لازم يكون دور. عند القادسيه عنده احسن دائما نقول القادسيه عنده احسن لاعبين واحسن بدلة عنده. طيب يعني المدرب قاعد يستغلهم. اوكي انا بروح لتقرير اخير وهذه امانه هم يعني احنا لما نشوف شيء سلبي نتكلم عنه، لما نشوف شيء ايجابي لابد ايضا نتكلم عنه. خلنا نشكر الاخوان في الاتحاد الكويتي لكره القدم وتعاونهم ايضا مع وزاره الاعلام، والشكر لاخوي تركي المطيري وكيل وزاره مساعد شؤون التلفزيون بعد الاتفاق على نقل يعني شفنا نقل مباراه واحده من دوري الدرجه الاولى، مع ان كنا نتمنى النقل لمباراتين لكن نقل مباراة واحدة خطوة أولى إن شاء الله يليها نقل المباراتين، وإن شاء الله قادرين تلفزيون الكويت وزارة الإعلام وأخونا تركي المطيري على تلبية دعوة الإخوان خاصة الدرجة الأولى محتاجين أيضا تغطية. كلهم خمس فرق مو قادرين ينقلوا لهم مباريات إن شاء الله. إحنا نقول هذا شيء إيجابي نشكرهم عليه ونشكرهم على هالخطوة. تركي المطيري تركي المطيري شاب أنا والله يعني أراهن عليه يعني إن شاء الله. لا 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 أقول شيء اصبر عليه وشوف شلون. اي والله شلون ابو عبد الله يعني حقيقه من زمان ما شفنا كذي يعني رجل مناسب في المكان المناسب. يستاهل ابو عبد الله. فانا احب اشكرهم واشكر الاخوان في الاتحاد واشكر الاخوان في وزاره الاعلام. هذا شيء عشان لا يعني ما نكون سلبيين وايد، لازم في شيء ايجابي نشكرهم عليه لانه شيء طيب الدرجه الاولى. ما يخالف بشكل سريع ابو عبد الله بشكل سريع ما عندي وقت. احنا مشكلتنا شنو؟ انه يكون في مشكله ويحلها المسؤول اللي هو المشكله وبعدين نمدحه. لا لا هو اساس الاعلام صار لهم 30 من 50 سنه درجه اولى ما تنقل كلها الحين لما يجيك واحد ينقل لك درجه اولى تشكره شيء طيب بالاساس ما حد سواها قبله شو تسوي بالاساس. احنا نقول خمس فرق يعني مو قادرين تنقلون احنا ما شيء طيب نقل لك اياه. بسعود تعرف شنو مشكلتنا؟ مره صار عندنا ما ادري جانا ضيف او رئيس او شيء جانا من برا ما قالوا مباراة قالوا الكاميرات راحت في المطار. يعني احنا ما عندنا كاميرات حتى لا ان شاء الله الامور ان شاء الله الامور تغيرت وصارت الافضل باخوي تركي المطيري. لا انسى اخوي عبد الرحمن المطيري مع الوزير ايضا. خلينا نشوف تقرير مباراة تضامن وبرقان مع اخوي خلف العنزي. ضمن الجولة الرابعة لدوري STC للدرجة الأولى التقى برقان والتضامن على استاد نادي الكويت. المباراة التي أدارها الحكم علي الحداد جاءت بدايتها عادية بين الفريقين، محاولة لبرقان وأخرى للتضامن لم تشكل خطورة على سعود الجناعي وعبد الرحمن الشريفي. برقان استطاع افتتاح التسجيل برأس جيوفاني بعد عرضية مثالية من يوسف سعد. التضامن حاول الرد والشريفي تصدى لمحاولة عبد العزيز البشر. عبد العزيز البشر تمكن من تعديل النتيجة للتضامن بعد متابعة ناجحة. هدف احتج عليه برقان مطالبين بخطأ لمشاركة يوسف عنيزان مع حارس المرمى. الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف لهدف. وفي شوط المباراة الثاني التضامن بادر بالهجوم وتمكن مشعل الشمري من تسجيل هدف التقدم لأبناء الفروانية. برقان حاول تعديل النتيجة لكن جيوفاني
لم يحسن التعامل مع عرضية كوفي وأضاع الهدف بغرابة، لتنتهي المباراة بفوز التضامن بهدفين لهدف. ومن جهة أخرى، المباراة الثانية التي لعبت ضمن نفس الجولة ولم تنقل جمعت الجهراء والصليبيخات وانتهت بنتيجة سلبية. عموما هي لقطة واحدة بس الإخوان للأسف ما جهزوها وما في وقت حتى نجهزها. وصلنا الختام، هدف التضامن الثاني على برقان، هل في خطأ أو لا؟ إن شاء الله باكر نحاول أن نأخذ القرار التحكيمي، لكن أنا وصلت الختام. نبارك للتضامن فوز على برقان، ونقول هارلك للجهرة والصليبيخات على تعادلهم. الشكر لك محمد كرم. اكتشفنا شيء ان ابو عمر طلع عرباوي. اي عرباوي في قطر. مشكور وليد الانصاري، مشكور سعود مشلش، مشكور نواف الخالدي. فزورتنا كالعاده، فزوره الامس عرضنا صوره وقلنا منه هذا اللاعب. طبعا عرفه ابو عمر وعرفه احمد موسى قوتي، لاعب ريال مدريد كان مرتدي تيشيرت برشلونه. نشوف منو اللي فاز بالجائزه النقديه من هايجين. مبروك لـ FOW، راح يتواصلون معاكم ان شاء الله الاخوان القائمين على حساب هايجين. خلينا نشوف فزورتنا اليوم، نذكر الجائزه النقديه وايضا عينيه. شنو القرار التحكيمي اللي اتخذه الحكم في هذه اللقطة؟ هو مطلع الكرت وبعدها صار شيء، هل كرت أصفر ثاني وطرد، هل طرد، هل لغى، يعني ما في كرت، شو تقول بو علي انت؟ طرد. طرد بو عمر؟ طرد مباشر. طرد بو عبد المحسن؟ طرد. طرد ما يبي لها كلام. بو خالد؟ غير عشان عشان الموت. لا ما طرده، ما طرده. طيب شكر لرعاتنا وداعمينا، شركة ونرز العالمية، معقمات هاجيميا ألترا، شكر لأنكوست، شكر لمركز عبد الله تقي الأقمشة، شكر لأطياب المرشود، الشكر لنظارات كيفان، الشكر لديرندير، الشكر لشركة الأنظمة الأوروبية، شكر لشركة غرب الخليج العقارية، شكر لديرندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت. نلقاكم باكر، مع السلامة.